نعم، لقد وتوعدنا بالرد وبالدفاع المشروع عن النفس، ولكن يبدو أن العدو التركي بعنجهيته لم يأخذ هذه التهديدات بعين الاعتبار، نعم وعلى هذا الأساس قمنا بتنفيذ هذا الرد، نعم وسيكون هناك سلسلة من الردود المتواصلة على القوات المعتدية على أراضينا. ليس هناك جديد أكثر مما ذكر في تقريركم عن العملية. العملية أدت إلى قتل أكثر من 5 جنود أتراك وإصابة 4 بجروح خطيرة، ونحن نستهدف بردنا أن يكون ردا مركزا على القوات المعتدية فقط، لا نستهدف المدنيين أو الأهداف المدنية أو البنى التحتية، برد كما يقولنا ضمن الإطار المشروع عن النفس، وحذرنا من هذه العملية الخطيرة التي تشنها تركيا على كامل الشريط الحدودي مع دولة الاحتلال التركي. نعم سيد محمود، هل كان هنالك تنسيق أو إبلاغ التحالف الدولي باعتبارهم شركاءكم في محاربة داعش؟ هل كان يعني هناك أي تنسيق بينكما؟ للأسف الشديد، وهنا من خلال منبركم نريد أن نوجه نقدا كبيرا لقوات التحالف الدولي. نعم، قوات التحالف الدولي تعيد وتكرر أنها شريكي لقوات سوريا الديمقراطية في مكافحة الإرهاب، بينما لا تنظر بنفس العين لما تقوم به قوات الاحتلال التركي. رأينا استهداف أكاديمية أشايس أو أكاديمية الأمن الداخلي التي كانت تخرج عناصر لمكافحة الإرهاب، رأينا ذلك الاستهداف البغيض الذي أودى بحياة أكثر من 29 شهيدا، وهذا كان ضمن سلسلة عمليات تستهدف القوات العسكرية والقوات الأمنية في قوات التي هي الذراع الحقيقي الذي قضى على تنظيم داعش الإرهابي. وهنا نعود مرة أخرى لنسأل قوات التحالف الدولي، هل يراد لهذا الذراع الذي قضى على داعش أن يتأثر بالضربات التركية؟ هل الذراع الذي قضى على داعش يراد له أن يشل كما يقال أو يخرج من المعادلة لتعود داعش مرة أخرى من جديد؟ هناك علامات استفهام كبيرة على هذا الموقف. نحن في إطار ردنا المشروع لا نتشاور مع أحد، هذا حقنا المكتسب وحقنا المشروع، وبالتالي قوات التحالف الدولي هي التي نأت بنفسها عن الدخول في مثل هذه السجالات وقالت أن مهمتها مقتصرة على التعاون لقتال داعش، ولا نعلم كيف ستكون هذه العملية في ظل استهداف قوات الأمن وقوات سوريا الديمقراطية. نعم السيد محمود حبيب الناطق الرسمي باسم قوات الشمال الديمقراطية التابعة لقسد، كنت معي من شمال وشرق سوريا، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به.